منذ خرجنا من دارية إلى الشمال نحن نقوم بإعادة ترتيب الصفوف وتنظيم اللواء من جديد. الآن نقوم بإعداد معسكرات تدريبية للمقاتلين لتأهيلهم من جديد للانطلاق وخوض المعارك مع الفصائل الثورية الموجودة في الشمال السوري. هل سينضوي اللواء تحت راية؟ حاليا يعمل اللواء بشكل مستقل، سيبقى محافظا على اسمه كلواء شهداء الإسلام، وسيعمل بشكل مستقل خلال الفترة القادمة، لكن سيعمل على إقامة تحالفات مع الفصائل الأخرى الموجودة في الشمال السوري. ما هي آفاق العمل الثوري مستقبلا؟ ما هي آفاق؟ الآفاق مفتوحة في الشمال واتجاهات العمل كثيرة، هناك مناطق كثيرة هي مناطق اشتباك وجبهات، هناك جبهات بالساحل، هناك جبهات في حماة، وهناك جبهات في حلب. جميع الخيارات مفتوحة، سوف نعمل على العمل بشكل جيد مع الفصائل الأخرى لتحرير كل شبر من أرض سوريا. هدف اللواء كان وما زال هو إسقاط النظام وبناء سوريا الجديدة، بناء جيش وطني يحمي الحدود، لا يوجه سلاحه نحو الشعب، وسنعمل مع جميع الفصائل على تحقيق هذه الأهداف في المرحلة القادمة.